السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بلال خنوس، هذا النجم المغربي، ويقال بأن بلجيكا أعطتني كل شيء لكنني اخترت البلد آبائي وأجدادي وفخور لأنني مغربي. بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022 وكان عنده الحظ يعني، واستدعى في آخر لحظة يعني هذا بلال خنوس يعني بعد إصابة حارث واحد يلعب في مارسي وين عيطوا لهذا يعني في 8-4 أيام رجله ولو كواطع ثم ونقول باللي هذا بلال خنوس يعني لعاب يعني عنده 18 عام وقيله ولا 19 عام يعني شاهدناه يعني شاهدته في لقطه واحده يعني كي دخلوا دوزيام ميتون، دخلوا الشباب دوزيام ميتون كونتر كوت ديفوار، شو كيفاش وين المدرب حط اللعابه يعني وين اللعب تغير. شاهد حتى في اخر ثانيه يعني كان رايح يسجل وكانت عنده ضربه جزاء يعني الحاكم ما صفرهاش امام كوت ديفوار بيكملوا وانكشف الدولي المغربي بلال خنوس لاعب جيناك البلجيكي عن كواليس اختياره اللعب للمنتخب المغربي، مؤكد انه استمع لقلبه واختار تمثيل بلده بلد الاباء والاجداد. مغربي ليس هلا كيما حنا نفرحوا من اللعاب يعني الجزائري وين يتكلم على بلد الاجداد يعني والاباء في الجزائر ويختار الجزائر ونفرحوا به يعني. وشاهدنا كيفاش يعني حتى المغاربه وين يفرحوا بلاعبين يعني شاهدنا وين زعفوا على لامين جمال من مختارش يعني المختارش المغرب يعني وين لعب هذاك صرالو كيما الاخر كيما فقير هذاك لامين جمال صرالو كيما فقير ويمكن يكون غادي يجي يلعب مع المغرب، ما يمكن يلعب مع المغرب اشتا مع البارسا مع البارسا يا خويا البارح والله هذوك البارسا راهم بزراري والله يسمحوا لي بالك ندور لكم على الموضوع هذوك البارسا راهم بزراري يا خويا والله تغلط زاري صغار زراري صغار يعني نقول لكم كلمه البارسا منا على عامين يا ودي والله هذه اللي كي بنقول لكم شكون اللي خاص يقيديها في الوسط يمشي اللعب دوبرين هذاك تاع مانشستر سيتي يمشي اللعبه خاصهم واحد اللي على بالك هو يطلع النيت يطلع الريتم ينقص الريتم دوبرين برك في الميليو تيرا يا البارسا مكاش كيما هكا مكاش اللي يقلبها خاصهم دوبرين برك نقول لك النار تشعل والله لا النار تشعل نقولكم. وانكشف الدولي المغربي بلال خنوس لاعب جيناك البلجيكي عن كواليس اختياره للعب للمنتخب المغربي، مؤكد انه استمع لقلبه واختار تمثيل بلد ابائه واجداده. هذا اللاعب نبغيه خويا لاعب هذا شيخ كبير. وقال بلال خنوس في تصريحاته يعني لموقع بلجيكي اختيار اختيار كان سهل، لقد استمعت الى قلبي اخترت المغرب لانه بلد اباء والاجداد. واضاف لقد فعلوا كل شيء من اجلي ومن اجل عائلتي، لذلك اردت ان ارد بالمثل واللعب لصالح المنتخب المغربي. وقال كذلك انا فخور جدا بكوني لاعب دولي مغربي متاهل للنصف نهائي كاس العالم قطر، هناك انسى قليلون يعني اناس قليلون يمكنهم القول نفس الشيء، هناك اناس قليلون يمكنهم قول يعني نفس الشيء، لاعب يعني مونديالي دومي فينال شحال عندهم 18 عام مالك. وأشار بلجيكا أعطتني كل شيء لكن كان شعور غريب في داخلي عندما لعبت مع المنتخب شياطين الحمر في فئات الشباب، واختتم أنا ممتن لكل من
ما تلقيته هنا، لكن عليك أن تختار المنتخب الذي ستحمل قميصه، وبالنسبة لي اخترت يعني قميص المغرب، وأنا فخور بذلك. هذوما اللعابة كاش يعني لعاب بمعنى الكلمة، لعاب بمعنى الكلمة خويا، والله شيء كبير. والله شيء كبير يا دي هذاك انزو هذاك تاع البايرن ميني غادي يدوه الايفان تروا ومدينوا الايفان تروا. انا نقول لكم دينوا الايفان تروا هذاك صايكه لا سامي يشوف قال لك لا ولا ودينوا الايفان تروا هذاك. انا نقول لكم على حاب المستوى والله لا هذا لعاب، هذا لعاب ولعاب أولي. شوبير هدرنا على مزراوي يا ودي، مزراوي شوبير ما تنساش انا جزائري بصح مزراوي الحيه اللي دارها راهي تمثلني لو مسلم بمعنى الكلمه يا ودي. واو مزراوي شيخ كبير خويا، شوف لي كومونتير شيخ كبير مزراوي خويا ما تنساها والله انا نفتخر به. كبير المزراوي وزيد فانيك ما ننساوش يعني وين خنوس يعني وين تحصل الدولي المغربي بلال خنوس متوسط ميدان جيناك على التنقيط الاعلى في المباراه التي فاز بها فريقه على ضيفه يعني باربع اهداف لصفر لحساب الجوله 11 من الدوري البلجيكي الجوله اللي فاتت. يعني الجولة البلجيكا يعني الدور البلجيكي ممتاز، سجل منها بلال الهدف الثالث من الدقيقة 75، وتمكن خنوس الذي يعني يعد أصغر لاعب في المنتخب المغربي 19 سنة من فرض سيطرته على وسط الميدان كصانع لعب عصري يربط بين الخط الوسط والهجوم بتقديم تمريرات مفتاحية شكلت خطورة كبيرة على الفريق المنافس ومنحت منصة سوبرسكور إحصائيات خنوس تنقيط 8.7 من 10 درجات كأفضل لعاب يعني تقييم في المباراة. ويعد هدف خنوس في المرمى يعني الخصم الثالث له هذا الموسم، وعلم أنه لم يسجل في الموسم الماضي سوى هدف واحد، ما يظهر تطور حصيلته التهديفية مقارنة بأول موسم له ضمن كبار نادي جيناك قادما من فئة شباب تحت 18 سنة. ويشير إلى أن الخنوس أصغر لاعب عربي يشارك في نهائيات كأس العالم بنفس يعني وين ينافس على جائزة الفتى الذهبي يعني لعام الجاري، حيث يوجد في اللائحة النهائية بجانب التركي أردون لاعب ريال مدريد الإسباني والكرواتي مارتين لاعب دينامو زاغريب البرتغالي وجاو نافاس لاعب بنفيكا والإسباني لامين جمال لاعب برشلونة. ساكا هادو بلال وين لعب دومي فينال ولعب ماتش دو كلاسمون كوب دي موند، هادي باش يكون على بالكم جماعة. عقبور ممتازة ممتازة اسمع ولا ربع ثلاثة باري ربع ثلاثة خويا. ولا ربع ثلاثة باري خويا. الناس غلط الناس يشوفوا بلي يا ودي مايخو وانا تشوف سي هلاول شي سهل اخويا تمريرات القيمة يديرهم هو لعب تمريرات يخوفوا
والله التمريرات لي خوف هو والله نقولكم. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.